صباح الخير يا ولاد، احنا النهاردة هنتكلم عن الموضوع الثالث. الموضوع الثالث من المحور الأول، والموضوع الثالث ده بيكلمنا عن العطاء. بيكلمنا عن العطاء، ودرسنا النهاردة مثال ونموذج جيد للعطاء هو زي الأنبا إبرقام حبيب الفقراء. تعالوا بينا نعرف ايه قصة الأنبا إبرقام. الأنبا إبرقام من فترة قريبة جدا في قرية صغيرة ولد قديسنا العظيم في جنوب مصر، وجنوب مصر ده المقصود بيه الصعيد. ولد الطفل الصغير كان اسمه بولس، وكان من أسرة تقية بتحب ربنا، وعلمه قديسنا العظيم ازاي ان هو يحب ربنا ويطيع كل وصاياه. والأنبا إبرقام كان بيواظب على حضور الكنيسة وقراءة الكتاب المقدس، وكان يحفظ كل وصايا الله وحفظ المزامير. كان بيواظب على تعاليم الكتاب المقدس، وكان يدعى بولس. الأنبا إبرقام وهو صغير كان اسمه بولس. بعد كده مرت الأيام وكبر بولس، وحب إن هو يعيش أكتر مع ربنا ويعيش حياته ويفرغ حياته كلها للحياة مع الله. طبعا هو كده ذهب للدير وبقى راهب، وكلمة راهب يا ولاد هو اللي بيقضي حياته في الصلاة، بيترك العالم ويعيش الحياة بس مع ربنا. وخدم الرهبان وعلمهم وساعد كتير جدا، فكل الرهبان كانوا بيحبوه وهو كمان أحبهم جدا، لأن هو كان حياته كلها قايمة على إنه إزاي هو يساعد كل الناس، وده اتعلمه منذ الصغر. بعد فترة طويلة أصبح الأنبا إبرقام هو أسقف على محافظة الفيوم والجيزة، وأسقف دي درجة عليا يا ولاد، من درجة عليا في الكنيسة. والأسقف هو اللي بيقوم بتدشين الكنائس، وهو كمان اللي يقدر يرسم الشمامسة ويرسم القسيس. هو يقدر يرسم كل الشمامسة ويرسم القساوسة، وكمان يدشن كل الكنائس. هو ده المقصود بكلمة أسقف، هي درجة عليا عندنا في الكنيسة، وده طبعا اختيار الأسقف بيكون بنعمة من الروح القدس. أصبح بولس أو الراهب بولس غبريال هو أسقف على محافظة الفيوم والجيزة، وطبعا اسمه بقى الأنبا إبرقام. هو بقى أسقف محافظة الفيوم والجيزة، وأطلق عليه الأنبا إبرقام. الأنبا إبرقام كان بيعطف على كل الفقراء والمساكين، وما كانش ينفع يجيله أي حد محتاج حاجة، وكان يرفض طلبه أبدا. كان يأتي إليه أي حد يطلب منه مساعدة، كان على الفور يساعده، سواء يساعده بفلوس نقود أو أي شيء هو محتاجه، سواء مساعدة مادية معنوية جسدية أي شيء. عشان كده أحبه كل الناس، ولما كانت الفلوس تخلص منه كان يديهم الشال أو البلطو أو أي حاجة تكون معاه يديها،
للفقير او اي حد محتاج، المهم ان هو ما يكسبش اي حد يكون ابدا جاي له ومحتاج منه حاجه ويرجعه متضايق خالص. هو كان يعطف على كل الفقراء. كان الانبا برقام بيحب الصلاه جدا وبيسهر طول الليل يصلي، وكان كل الطلبه يذهبوا له، معظم الطلبه كانوا بيذهبوا ليه علشان يصلي لهم قبل الامتحان. وكمان كان بيفتح باب المطرانيه طول اليوم علشان يستقبل اي حد يكون محتاج لطعام، وكان يصلي له ويساعد اي حد محتاج. المطرانيه يا ولاد ده المكان اللي بيعيش فيه الاب الاسقف. المطرانيه ده المكان اللي بيعيش فيه الاب الاسقف. درسنا النهارده نقدر نستفيد منه بحاجات كتيره خالص. شوفوا قدره ربنا يسوع، نشوف معانا ان الانبا برقام كان بيواظب ازاي على حضور الكنيسه وحفظ المزامير ويعطف على الفقراء والمساكين، وكان يحب الصلاه جدا ويساعد اي شخص يطلب منه المساعده. وكمان نتعلم درسنا ده ان احنا لازم يكون عندنا عطاء، عطاء لأي حد محتاج. العطاء ده بيعبر عن اننا ازاي نحب الله. وعلى فكرة العطاء مش مرتبط ابدا بالكم، يعني انت مش لازم، مش مطلوب منك تدي كتير عشان ربنا يحبك خالص. هنعمل زي السيدة اللي كانت معاها في السين، بس هي ادتهم من اعوازها. فلازم العطاء ممكن يكون في شكل مال او وقت او صحة او تشجيع، كل ده يعتبر عطاء. واهم حاجة ان احنا لما نيجي نعطي ما يكونش فيه ابدا تمييز، ما نفرقش بين ده ديانته ايه او ولد او بنت، لا لازم يا ولاد ما يكونش عندنا اي تمييز خالص في العطاء. والعطاء طبعا لازم يكون بسخاء وبفرحة. ربنا ينظر لقلبك قبل ما ينظر انت بتدي كام. الصلاة بتاعتنا: رب يسوع المسيح، اشكرك لانك علمتني حياة العطاء. اجعلني يا رب ان اعطي بفرح وسخاء، وان اعطي ايضا من اعوازي لكل محتاج وبدون تمييز، وان ارى صورتك فيا وافرح به. آية النهاردة يا ولاد بتقول لنا، آية الدرس: كل من سألك فأعطه، كل من سألك فأعطه. آية الدرس: كل من سألك فأعطيه، كل من سألك فأعطيه. نتمثل بقدسنا العظيم الأنبا برقام في مساعدة كل من احتاج إليه، وكان يساعد كل الناس. يجب علينا احنا كمان أي حد يكون محتاج لأي شيء يجب علينا ان احنا نعطيه، ونكون قبل ما احنا بنعطيه نكون فرحانين.